ست أمان، في إيه يا عزوز؟ صباح الخير يا ست أمان. صباح النور. ست أمان، أنا عايز أسألك سؤال. إيه؟ المصنع اللي حدانا ده ما تعرفيش حد فيه؟ لا ما أعرفش. لكن دول مش جيرانكو؟ جيراننا لكن ما أعرفهمش. يا خسارة. ليه؟ كان نفسي أشتغل عامل هناك وأكسب فلوسي بعرق جبيني وأديها لهم. وليه عايز تشتغل في المصنع ده بالذات؟ كل العمال بتقول ان صاحبه راجل طيب، راجل ولا كل الرجاله. خلاص مادام راجل طيب ما توسطلوش حد، روح قابله بنفسك وقول. والله فكره سعيده بقى يا ست أمان. بقى ايه؟ نهارك سعيد يا استاذ ممدوح. فهمي زي الحال، ايه اخبارك النهارده؟ قابلته وقال لك ايه؟ رفض من غير اسباب. مستغني، مش عاوز يبيع ولا اراط من عزبته. وايه العمل؟ مساكن العمال لازم تتبني، انا وعدتهم. لو كان فيه ود وزيارات بينكم وبين بعض كانت حل الاشكال. ما انت عارف اخلاقي كويس، انا ما اقدرش اجاري الاوساط دي. اوساط مين يا استاذ؟ دول ناس عايشين من ابسط ما يكون رغم غناهم الفاحش. 4-5 أشهر الصيف بيقضوها في الشاليه الصغير اللي في عزبتهم دي. وإيه رأيك؟ رأيي ما نعتبرش ده رفض نهائي، لازم نعيد الكرة مرة واثنين وتلاتة. مش ده مبدأك؟ انت مش دايما تقول ان الانسان لما يسعى الى هدف معين وبإخلاص لازم ينوله؟ بس على شرط، الهدف ده لازم يكون يستاهل. هنلاقي فين احسن من كده؟ دي عز الطلب. نقطة فعلا وقريبة وجميلة. جميلة بس، دي ممتازة من كل الوجوه. والظاهر ان اخلاقها مفيش بعد كده. اخلاق مين يا استاذ؟ انت بتتكلم على ايه؟ على الارض طبعا. انا بحسك بتتكلم على بنت صاحب الارض. عاوز مين يا هلا؟ قابل جناب المدير. يلا خلينا نشوف شغلنا. ما شفتش جناب المدير؟ عندك في مغزى الورق. خد يا هلا. يا ده انت ولا يا ولا، تعالى يا ولا. يا جناب المدير، يا جناب المدير، في عرضك يا جناب المدير. تعال سيبه يا اسماعيل. ده هو اكلم حضرتك في امر مهم. في ايه يا شاطر؟ انا جاي اطلب من حضرتك تشوف لي شغله في المصنع. تعرف تقرا واكتب كمان؟ وتحب تشتغل موظف ولا عامل؟ عامل. وليه اخترت تكون عامل؟ عشان قريت ان العامل اللي يخلص لعمله يخدم وطنه. والكلام ده قريته فين يا شاطر؟ في الجرنان. انت بتشتري جرايد؟ لا انا بشتري لب. لب؟ انت جاي تقل ادبك هنا؟ لا ابدا، افهمني شوي. بشتري لب، الراجل يلفهولي في قرطاس، ازقز اللب واقرا القرطاس. تعرف اني مبسوط منك خالص. يعني خلاص نجحت في الامتحان؟ نجحت واشتغلت وقبض. كتر خيرك، ست امال كان عندها حق، هي اللي شجعتني. ست امال؟ تبقى مين ست امال؟ صاحبتي، أبويا بيشتغل عند أبوها في العزبة. أمال تبقى بنت صاحب العزبة؟ أيوة. كنت أطلب عزبة. أمال، اسمها أمال. أمال، أمال. إيه يا حوا؟ مش نطلع البحر النهاردة؟ أنت بتعملي إيه عندك؟ إيه رأيك؟ بتبني على الرمل؟ أبدا، بصي أبحر غدا يعني النهاردة، وأصل الإسكندرية يوم الأربعاء يعني بعد يومين. تحياتي وأشواقي مراد. مفيش قبولات، أنا قليل الذوق. معذور، أصل عارف إن بابا وأخويا يمكن يقروا التلغراف. وإيه يعني؟ مادام أنت بتقولي إنه قريبك ومختبار. أيوة لكن مش رسمي، إحنا موعودين لبعض وإحنا صغيرين. طب ما اتجوزتوش ليه لما كبرت؟ مراد سافر يكمل علوم. أنت فين يا مراد؟ واقف بتعمل ايه هنا لوحدك؟ بفكر. في مين يا ترى؟ في الايام اللي مضيناها سوا على المركب، وخساره النهارده يكون اخر يوم في رحلتنا. ارجو ما يكونش اخر يوم في صداقتنا. مش معقول يا روحيه، احنا بنعرف بعض بقالنا 4 ايام، انما متهيألي بنعرف بعض بقالنا 4 سنين. نفس الشعور عندي، وبابا كمان كان بيكلمني من شويه عن المشاريع اللي فكرتوا فيها سوا. ده بقى معجب بيك خالص، اصله ما يرفضليش طلب ابدا. يعني افهم من كده ان انا مديون لك بالاعجاب ده؟
اعتبره دين صداقة. ويترد ازاي؟ بالصداقة برضو. ابقى اتصل بيا بعد شوية هقولك. ايوه 5 دقايق بس. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا امال. انت وشك بيضحك النهاردة. اصل مراد حيوب. قوليلي كده، مش هتيجي معايا نقابله؟ والله يا بنتي كان بودي، لكن النهاردة بالذات مش هقدر، عندي جلسة في البورصة لازم احضرها. خد اخوك بدالي. طب هو فين؟ تلاقيه في الجنينة ولا على البحر بيصطاد سمك. طيب انا رايحانه. من حق ايدك. ايدي؟ ايدي على ايه؟ العيدية، العيدية بتاعت كل سنة. العيد قرب وانت عارف الفلاحين مستنين الهدايا بفروغ صبر. عارف عارف. والله يا بنتي كنت ناسي، كويس اللي فكرتيني. اقول لك بكرة ولا بعد يكون المبلغ عندك. طيب ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا. الو شاكر. سيد امين، يا سيد امين، السوق في نزول مستمر، مش هاين عليا اطاوعك واشتري. الانسحاب مش هيمنع الكارثه، املنا كله ان السوق يتحسن. اشتري انت على قد ما تقدر، واللي يجرى يجرى. اشتري انت بس، انا جاي لك في السكه. عادل. صباح الخير يا امال. صباح النور، بتعمل ايه؟ بصطاد. تصطاد سمك؟ لا، جمبري. ايه ده؟ لساكوا على حكاية سعيدة دي؟ شهر 30 يوم مع الحال ده. وبرضو معرفتش هي مين؟ طبعا عرفت، اسمها نوال، تبقى اخت صاحب المصنع اللي جنبنا. تعرف انها لطيفة؟ جدا. ومؤدبة؟ جدا. وباين عليها بنت حلال؟ جدا جدا جدا. طب خلاص مبروك. على ايه؟ مادام عجبك للدرجة دي روح اطلبها من اخوها. ليه؟ اكسبريس؟ مش لازم نعرف اخلاق بعض قبله وندرس اخلاق بعض ونشوف اذا كنا لايقين لبعض ولا لا؟ هنرجع للموالي القديم. يلا بينا، مراد زمانه هيوصل. هو يعني الحمام الزاجل يغيب يغيب وما يرجعش الا اليوم اللي السنارة هتبتدي تغمس فيه؟ معلش، كلها ساعتين وترجع، هي السمكة هتطير. يلا. حاضر. اننا وصلنا، على قد ما انا زعلانة عشان هنفارق بعض. انا وعدتك اكلمك بالتليفون اول ما اوصل مصر. واللي يضمن لي؟ انت بتشكي في كلامي؟ لا. روحية، انت مستنية ايه عشان توضبي الشنطة؟ كمان ربع ساعة بالكتير ونزل من المركب. حالا يا بابا، دقيقة واحدة. نازل مصر على طول يا مراد؟ لا والله، يمكن اقول يومين او ثلاثة. خسارة، كنا سافرنا سوا. حضرتك مسافر على طول؟ لا، كنت راته مهمة امضيه الليلة واسافر بكرة. يبقى نشوف بعض في مصر ان شاء الله. نازل فين؟ في اسكندريه؟ في الوينسور يا فندم. طب ما تنزل معانا في سان ستيفانو. يا ريت، لكن ما افتكرش، جماعه قرايبي ما شفتهمش بقالي سنتين تقريبا، وطبعا ما يصحش. طبعا طبعا، على العموم اجتهد تحصلني على هناك. هعمل كل جهد يا فندم. مين اللي بتشاور لك دي؟ واحدة من قرايبي. باين عليها مهتمة بيك قوي. اسمها ايه دي؟ امال. امال عبد الرحمن. ايوه، انت تعرفيها؟ معرفة قديمة، كنا مع بعض في المدرسة. هي دي قريبتك اللي معزوم عندها الليلة؟ ايوه. تعرف انك وحشتنا يا مراد. انت كمان. عشان كده كنت بتبعت لي كل 3 اشهر جواب. يا سلام عليك يا امال، دي اوروبا، لازم تعذريه. وعرفت روحية فين؟ في فرنسا. تعرف انها حلاوت عن زمان؟ انت تعرفيها؟ من ايام المدرسة. انتوا كنتوا صحاب؟ لا بالعكس، طول عمرها تكرهني لله في لله كده وتغير مني. مش لما كنت تلامزة تلاقيها اتغيرت دلوقتي؟ لا بالعكس، عشان لما كنا في المينا عملت نفسها انها ما شافتنيش. غريبة، ما خدتش بالي. انت نازل فين يا مراد؟ في الوينسور. على فكرة، اعمل ترتيبك على سهرة الليلة، الوالد عايز يشوفك. ده وحشني جدا. ازايه؟ كويس الحمد لله. مش قادر اقول لك تطلع تسلم على بابا يا مراد، عشان عارف انك تعبان من السفر.
أشوفك الليلة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. اشتري. عارف مفيش قدامنا غير نص ساعة. زي بعضه اشتري. عادل، ازاي السوق النهارده يا بابا؟ تدهور في الاسعار، ربنا يستر. الو سيد امين، انا نفذت اوامرك لكن مع الأسف مخاوفي كانت في محلها. ايه مكشوف بكام؟ 60,000 جنيه. طيب المبلغ هيكون عندك في الميعاد. المبلغ المطلوب مش موجود عندي. 60,000 جنيه لازم ادفعهم من هنا لبكرة. ما عنديش رصيد. والعمل؟ والله ما انا عارف يا ابني. ما تشيلش همنا يا بابا. انا مش شايل همك انت. اللي صعبان عليا اختك. ذنبها ايه المسكينة تتنقل مرة واحدة من عيشة الغنى لعيشة الفقر؟ نتيجة غلطة غلطتها أنا. مش لازم تعرف أي حاجة عن الموضوع ده. ومين يا بابا اللي هيقولها؟ المهم مش بس ما نقولهاش، المهم مفيش حاجة في حياتنا تتغير. مش لازم تلاحظ علينا أي شيء. أي شيء. حكايتك النهارده يا بابا من ساعة ما قعدت ما بطلتش ضحك ولا تنكيت. ما كنتش عارف ان دمه خفيف بالشكل ده. لا ده انت متاخره قوي، والنكت دي قلناها قبل كده بس انت ما خدتيش بالك. قول لي يا بطل، وانت ناوي على ايه؟ بخصوص مستقبلك. والله النظريات اللي تعلمتها في اوروبا ناوي اطبقها هنا. بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا. يا سلام عليك يا عادل، دايما تقلب الجد هزار. بكره تشوف مراد هيعمل ايه. القرشين اللي سابهم لي المرحوم والدي ناوي اضربهم في 10. لازم عندك مشروع مضمون. مشاريع وكلها مضمونة. أقدر أعرف حاجة عنها؟ أول مشروع تحط أنت 20,000 جنيه وأنا مجهودي وخبرتي. إيه حكايتكم؟ إحنا جايين نتكلم في شغل ولا جايين نرقص وننبسط؟ أمال عندها حق. عن إذنك يا سيد أمين. اتفضل يا ابني. لو تعرف قد إيه وحشتك. بقالك زمان ما رأيتيش؟ بقالي سنة وثمان أشهر وعشر أيام. عادل، لما ترجع أختك أشوف أي طريقة عشان أقعد لوحدي مع مراد. فبرضه ناوي تقول له على الحقيقة؟ طبعا يا ابني، أمال نخدعه؟ لا بس الأحسن نستنى لما يخطب أمان رسمي وبعدين نقول له على الحقيقة. هما دلوقتي في حكم المخطوبين. هو مش غريب. امرك يا بابا. لا اسمع، انا سمحت لك بالرقصه دي بس، ويكون في علمك انا مش جايه الليله دي عشان ارقص معاك انت. عايز اقول لك كلمتين بس ما تزعليش. قول. معرفش ليه بتهيألي انك عامله لمراد تمثال مش موجود في الحقيقه، موجود في خيالك انت بس. يمكن اكون غلطان، لكن معرفش ليه متهيألي. انت غلطان. والله يا ابني انا كان بودي احط ايدي في ايدك النهارده قبل بكره، لكن انت مش غريب وفي حاجات لازم تاخد وضعها الطبيعي. بخصوص ايه؟ بخصوص امال. و انت مسافر مصر امتى؟ بكره وبعد، وانا لسه ما حددتش. اذا نتكلم في الموضوع بكره على رواق. انا منتظرك في المكتب. عندي بكل ممنونيه يا فندم. الاستاذ مراد عزمي. ايوه. تليفون لو سمحت. شك على اذنك. اتفضل. الو،
مين روحية؟ ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ اخسى عليك، هو ده وعدك؟ مش قلت كلها ساعتين زمن وتحسننا؟ انا محرج جدا يا روحية ومش عارف اقدر اعتذر ازاي. ولا حتى عشان خاطري. ميرسي، كنت احب انك تيجي تقول الكلام ده بنفسك. انا لوحدي. بابا ابتدى موسم الشغل خلاص، وقاعد يمضي اتفاق مع صاحب مصنع الورق الاهلي، بقت عيشه تزهق. بالعكس دي حاجه تبسط. يا سلام على الوالد، اهو كده رجال الاعمال يا بلاش. انا هبتدي غير من بابا بقى. مستعد ترديني؟ تسافر معانا بكره؟ مش هتقدر؟ ولا حتى عشان خاطري؟ خاطرك عندي اغلى من اي شيء، لكن مش بايدي. مسائل عائليه تضطرني ان انا اقعد هنا بكره. لا يا مراد، انا مخصمك بجد، مخصمك، ومش هصالحك ابدا الا لو غيرت رايك. ارفعي بقى. روحيه اسمعي كلمه واحده. كان يوم يعلم بربنا تدهور ما شفناهوش من 10 سنين، بس انا اللي صعبان عليا. امين امين عبد الرحمن. ايوه، جات لي اخبار ان الهزه الاخيره دي خدت كل ثروته المسكين. بتتكلم جد؟ زي ما بقول لك. زعلتني يا شيخ. مسكين ما يستاهلش. مدموزيل اديني من فضلك سان ستيفن. أمال. أيوه. سعيدة. سعيدة مبارك. قصدي سعيدة، ما شفتهاش؟ آه، ما خدتش بالي. مالك يا أمال؟ لسه متضايقة من سفر مراد؟ طبعًا. مش مصدقة إنه يسافر كده من غير ما يودعني. مش عايز أقول لك الغايب حجته معاه. أنت دايمًا كده، مفيش بينك وبينه عمار. بالعكس، مراد أنا مكرهوش. كل ما ان عشرته كفايه عشان افهمه. هو كده مفيش لزوم تظلمه. اكيد اضطر يسافر فجاه. بكره هتشوف، يا هيكلمني من مصر يا هيبعت لي جواب. يمكن. يا سلام، المنظر جميل قوي من بعيد، ولو قربت شويه يمكن يزيد جمال على جمال. يعني مش هقدر اخبي عنك حاجه ابدا؟ مين اقرب للاخ من اخته؟ خصوصا اخت مكاره زيك. اسمع يا ممدوح، ما دام عجباك ادخل البيوت من ابوابها. مش بس لما تيجي الفرصه المناسبه. اوجدها. انت دايما تقول ان الانسان هو اللي بيوجد الفرصه، مش الفرصه اللي بتوجد الانسان. صحيح، بس المره دي مش عارف اعمل ازاي. اسمع، عايز نصيحتي؟ اختصر الطريق واطلبها من بابا. وهي اعرف شعورها ازاي؟ مش يمكن. مين اللي قاعد معاها هناك ده؟ ده اخوها. اخوها؟ ايوه. انت متاكده؟ ومطمنه. واطمن انت كمان، انا حاسه انها بتفكر فيك زي ما انت بتفكر فيها. مجرد فرض. طب اسمع، ليه امال بتيجي كل يوم في الوقت ده على البلاج؟ وهو ده دليل؟ اسالني انا. اسمع يا ممدوح، ما دام امال عجباك روح اطلبها من باباها، وانا حاسه انها هتكون من اسمتك. استاذ ممدوح. ايه عزوز؟ حط الجلابه ابو ست امال، مستني حط الجلابه في المكتب. ابو الست امال؟ ايوه. ابوها؟ ابو امال؟ يا ترى ايه اللي جاب؟ الاسم. مش قلت لك يا ممدوح رزقك هيجي لك لحد عندك؟ تفتكري انتهزها فرصه واكلمه؟ طبعا تكلمه، ده ربنا اللي بعته. روح يا ممدوح روح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. لو تعرف يا سيد امين قد ايه انا كنت منتظر الفرصه دي بفارغ الصبر. والله من جهتي انا كنت احب ان اول زياره ازورها لك تكون لمجرد التعارف، لكن ما باليد حيله. انا بصراحه جاي في عمل. مفهوم. بخصوص حته الارض اللي كنت طالب اشتريها؟ لا، بخصوص العزبه كلها. انا قررت اني ابيع العزبه. ما خبيش عليك انا محتاج لتمنها، وفضلت اني اقصدك انت في الاول قبل غيرك لسببين. الأول إن الجار أولى بالشفعة، والتاني إن اللي له رغبة في جزء بيكون عادة مستعد يشتري الكل. فعلا. تحب تبيع بكام؟ السعر اللي تحدده. تمن أنت وأنا موافق. على أساس تمن المتر العزبة النهاردة تساوي 100,000 جنيه،
وأنا مستعدة أتنازل عنها مقابل 60,000. 60,000 بشرط واحد، العقد الابتدائي يتمضي النهاردة والمبلغ كله يدفع النهاردة. تحرق أرضك علشان محتاج للمبلغ ده النهاردة؟ مسألة شرف. مدام كده 100,000 جنيه تمن يوافقني والشيك تحت أمرك. أنا طالب 60,000 وأنا ما أخدش 60 اللي يساوي 100. يا سيد ممدوح، أنا سمعت كتير عن كفاحك وجهادك في الحياة، لكن اللي سمعته عنك أقل من الحقيقة. ما تكبرش الحكاية أرجوك. ما تكبرش الحكاية. أنا من النهاردة مديون لك بسمعتي وشرفي، وتقدر تطلب مني أي شيء، أي شيء، حتى حياتي. كل اللي أطلبه منك إنك تنسى الموضوع ده. فليكن، وأشكرك. أنا اللي أتمناه إن موضوعنا ده يفضل في طي الكتمان لحد أحوالي ما تتصلح، إن كانت هتتصلح. أنا تحت أمرك، أنا هجهز لك الأوراق والشيك حالا. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. طبعا حضرتك ما تعرفنيش، لكن انا اعرفك. انا نوال، اخت ممدوح. اخت ممدوح؟ ايوه. انا مؤكرم، انا ليا الشرف اللي تعرفت بيكي وباخوكي. ميرسي يا فندم. لا لا لا، عارف ان الكلام ده بيتاخد على انه مجامله، لما النهارده انا تعرفت براجل بمعنى الكلمه. يا سلام، ما عندكش فكره قد ايه الكلام ده بيفرحني. طول عمري كنت اقول لممدوح اسمتك هتيجي لحد عندك، وانا واثقه انهم هيكونوا سعدة مع بعض. قصدك امير وممدوح؟ طبعا هو مش هيلاقي احسن منه، وهي مش هتلاقي احسن منه. ورأي حضرتك انت؟ والله يا بنتي كل شيء اسمه. صحيح، عشان كده لازم امل تعرف كل حاجة عن ممدوح. تصور حضرتك انه كان متردد ومش عارف ازاي يفتحك في الموضوع كده. تعمل ايه في طبعه؟ اصله خجول قوي. قصدك تقولي نبيل؟ الحمد لله اللي شجعت، كان شعوري في محله. انا كنت حاسة انك هتحبه من اول ما تعرفه. ما تقدرش تتصوري قد ايه انا حبيته. يعني حضرتك موافق؟ والله انا سبق قلتلك ان كل شيء اسمه، عن اذنك. مع السلام، سلم على امل كتير. يوصل. ممدوح، ممدوح، مبروك يا ممدوح، الف مبروك. علشان تعرف ان كلام اختك ما بينزلش الارض ابدا. مبروك. مبروك على ايه؟ فاهمين ايه؟ انا عرفت كل حاجه، وكنت دلوقتي حالا مع باباها. باباها؟ ايوه، باركت له هو كمان. لكن ازاي باركت له؟ بصفتي اختك الصغيره. ايوه، لكن انا ما فتحتوش في الموضوع. ها؟ احنا مش اتفقنا؟ ايوه، بس يا دي الكسوف. هيقول علينا ايه دلوقتي؟ هيقول ايه يعني؟ هو عيب انك تروح تخطب بنته؟ ايوه يا بنت الحلال، لكن ايه؟ ده كان هيطير من الفرح يا ممدوح. صحيح. امال هزار يعني؟ اسمع يا ممدوح، انا مش زعلانه، سوء التفاهم اللي حصل ده بشرة خير. الخطوه الاولى اتعملت وعليك انت بقى الباقي. باقي ايه بس؟ انك تقابل امال، تفهمها الموضوع، تقنعها، تقلف، تقول اي حاجه يا اخي. باباها موافق. موافق يا ممدوح؟ جالك كلامي اهو مراد بعد جواب يعتذر. شفت بقى انك كنت غلطان في حقه. انشته كويسه، لكن مش فاهم عايز يقول ايه. مش فاهم عشان انت مش عايز تفهم. انت اللي مش عايزه تقري اللي بين السطور. يا سلام، في ايه بقى بين السطور؟ في انه بيتهرب، بيحاول يبرر سفره المفاجئ باعذار وهيه. وهيه عشان انت مش بتحبه. يا بنت الحلال، سبق وقلت لك مراد من النوع اللي يحب بحراره، لكن مش ممكن يحب باخلاص. مين هو ده؟ لا، ده واحد صاحبنا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ابني. ما تتكلم بصراحه، بيقول عن مراد. مراد؟ ماله؟ بيحاول يشرح لك في الجواب ده هرب ليه؟ انت كمان يا بابا؟ وهيهرب ليه؟ فهموني. الله اعلم. على العموم ادي ال 200 جنيه اللي كنت طالباهم. ميرسي يا بابا. قولي لي، ايه رايك في جارنا صاحب المصنع؟ ليه بتسال السؤال ده؟ انا بلغني انه معجب بيكي وبيتمنى. قبل انت ايه رايك فيه؟ انا موعوده لمراد وماليش راي في حد غيره. مراد على عيني وراسي، بس لحد دلوقتي ما كلمنيش رسمي ولا كانه فاكر. فوق كده وعدني انه يقابلني وراح ولا وش الضيف. ما هو بعد جواب يعتذر، عايزين منه ايه اكتر من كده؟ وبيقول اول ما هيخلص شغله هيجي.
لما يبقى يخلص شغله. سعيدة يا سعادة. سعيدة مبارك يا ست أمال. على فين؟ هروح أشتري الهدايا. مع السلامة. يا ما نفسي أقول لها جارنا ده يبقى مين وعمل فينا إيه؟ وأنا كمان. بس مش قادر. تصور ان الجواز صعب للدرجه دي. امال ايه؟ انت فاكر سهل كده؟ سهل صعب. هقول لها الكلمتين اللي هيقدرني عليهم ربنا. والدعوه هي جاهزه باسمهم، بس على الله ييجوا. ايوه على الله ييجوا، ييجوا كلهم. ضروري نجامله ونحضر السهره دي. الراجل اهتم وبعت لنا دعوه رسميه. ايه رايك يا امال؟ لكن احنا ما نعرفهمش. كفايه انهم جيراننا يا بنتي. واذا كنا السنين دي كلها ما حاولناش نتصل بيهم فالحق علينا. وادي الفرصه، مش هنلاقي احسن منها. دي سهرة عاملها ممدوح بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المصنع. وناوي تحضرها يا بابا؟ اه طبعا، ممدوح دلوقتي بقى أهم عميل عندنا، ومن رأيي كمان مراد يحضرها معانا. تفتكر وجودي معاكم ضروري؟ من غير شك. قال له تتعرف على ممدوح. من هنا ورايح أنت اللي هتباشر كل المعاملات وياه. العين والحاجب اخطر واتعاجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعاجب، دي العين والحاجب اخطر واتعاجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعاجب. بعدك مش هين يا فايتني وناسي، يا فايتني وناسي ولولا حنين. قلتلهم قاسي، قلتلهم قاسي، حبيت ودارت شوقي وناري. والامتى احبك واري؟ ازيك؟ الحمد لله. أيام تقابلني وسنين تشغلني، آه يا اللي قتلني بالعين والحاجب، دي العين شبكتني وقتلني الحاجب. كلمتها وأنا لحقت. أنا لسه متعرف عليها دلوقتي. وماله؟ دي فرصة ما تتعوضش. حولها إيه بس؟ قولها اللي يطلع من قلبك. هو راضي ينطق؟ سعد الجد هينطق. اسمع، خير البر عاجله. أمر الله. لو يضحك سنة. أنا لسه مشرف. الله يخليك. هلا أنت ما خدتوش حاجة ليه؟ محمود. والنبي لو منك. معلش، بسيطة بسيطة. لا مؤاخذة، اتفضل. ثانية واحدة، مش هيكون له أثر. اتفضل. ازاي يحصل كده؟ كلها جرى خير. يكفى اللي جرالي واللي ظلم حالي، ايام وليالي من العين والحاجب، ده العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر واتعاجب، اخطر واتعاجب، العين والحاجب اخطر واتعاجب، ده العين شبكتني وقتلني الحاجب. اخطر 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 واتعاجب. انا مش عارف ازاي حصل كده. في الحقيقه مش غلطتك، انا خايف تكون مدموزيل زعلت مني. هتزعل من ايه؟ انا اللي هرفع ثمن الفستان. اظن واجب اعتذر لها كمان مره. والله اللي تشوفه. عند اذنك. اتفضل. مدموزيل.
دكتور امال. الله، انت لوحدك؟ امال نوال فين؟ جايه حالا. مدموزيل امال، احب اكرر لك اعتذاري. ابدا ما حصلش حاجه، طول عمري كده اغرق في شبر ميه. ياه، الحكايه دي مزعلاك قوي. اصلها طيرت كل اللي كان في دماغي. للدرجه دي؟ كنت محضر لك كلمتين عايز اقولهم لك، دلوقتي مش عارف اتلم عليهم ازاي. بخصوص ايه؟ بخصوصك انتي. انا قصدي بخصوصي انا. انت تقدري تقولي بخصوصنا احنا الاثنين؟ يمكن كلام ما يكونش فيه حاجه جميله، لكن اؤكد لك ان الشعور اللي في قلبي اجمل من الكلمه اللي على لساني. مش عارف اقولك ازاي، انك اجمل انسانه شفتها في حياتي. من يوم ما شفتك حسيت بشعور غريب، هو اللي خلاني اتجرأ دلوقتي واطلب منك انك تكوني شريكه حياتي. ايوه، بس انا عارف اني اتكلمت من غير تمهيد، بس كان لازم اقولك اللي في قلبي. مش طالب منك الرد دلوقتي، فكري كويس، واذا ما ردتيش هفهم سكوتك معنى ايه. استاذ ممدوح، لا مؤاخذه، في وفد من العمال جايين برا علشان يحيوك، تسمح؟ انا جاي حالا. عن اذنك. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيداتي وسادتي، بعد اذنكم، العمال عندهم كلمه عاوزين يقولوها للاستاذ ممدوح بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المصنع. شكرا على انك بتعاملنا كلنا زي ما نكون أسرة واحدة. شكرا على المدرسة والجامع والمستشفى اللي بنتهم لنا. عملت للعامل في المصنع ده اعتبار وكرامة. جمايلك مش هننساها. ربنا يقدرنا دايما نردها لك إخلاص وتفاني وعمل. ربنا يحميك. يعيش الأستاذ ممدوح. يعيش يعيش يعيش. أشكركم من كل قلبي. المصنع ده مصنعكم أنتم، اتبنى على أكتافكم. ربنا يقدرني إن أكون عند حسن ظنكم دايما، وربنا يوفقنا جميعا. اتفضلوا، البيت بيتكم. أستاذ فهمي وصلهم البوفيه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. قول لي يا ممدوح، كلمتها؟ أيوه. وقالت لك إيه؟ مستني الرد. يا رب توافق يا ممدوح يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما لقيتكم اتاخرت افتكرت انكم مش جايين. اول معقول، المصنع ده مصنعي. ازيك يا روحيها؟ الله يسلمك، ميرسي قوي. هقدم لك الاستاذ مراد عزم. اهلا وسهلا، تشرفنا. خلي بالك منه، ده بقى في ايده كل شيء، عنده كارت بلانش كده. بس على الله التفاهم معاه يكون اسهل. انت وشطارتك بقى. وما دمت عرفتكم بعض، عاوز اعرف رايكم بقى ايه في العقد الجديد. ان شاء الله. اذا انسحب انا يا بابا. اتفضل يا فندم، من بيت بيتك. اتفضل. من جهه العقد الجديد يا استاذ مراد، بقى المساله المفاجأة اللطيفة دي. ازيك يا امال؟ ازيك انت يا روحي؟ الحمد لله. الا قولي لي، انت بتعملي ايه هنا؟ معزومة. اما صدفة غريبة، تصوري ان احنا ما شفناش بعض من ايام المدرسة. لا، اتقابلنا مرة قبل كده في المينا. صحيح، وحياتك ما خدت بالي. اعذريني، لازم كنت مشغولة شوية. مشغولة؟ من ايام المدرسة وانت كدبك مكشوف. اعمل ايه؟ اصل مش نبيها زيك عشان ادارك كدبي. انا عمري ما كدبت في حاجه. طب وايه رايك في اللي اثبت لك انك كدبتي؟ في ايه؟ مش دايما انت تقولي انك مخطوبه؟ ولسه بقول. طب وفين خطيبك ده؟ هو لازم اجرجره ورايا عشان تصدقي؟ لا، بس على الاقل يكون جنبك، مش المفروض انه بيحبك؟ اطمني، انا عارفه كويس شعوره من ناحيتي. انت متاكده؟ انا عارفه بقول ايه. كلام، لكن انا ما اكتفيش بالكلام، انا مجرجره خطيبي ورايا. يعني ما باركتليش. مبروك. اخسى عليكي، وبتقولها لي كده ليه من غير نفس؟ ولا سالتني اسمه ايه ولا حاجه. اصلها حاجه ما تهمنيش ابدا. يعني لكن انا يهمني، يهمني اخد رايك. بمناسبه ايه؟ علشان كنا حبايب ودلوقتي بقينا قرايب. قرايب؟ طبعا، ما هو خطيبي مش غريب عنك، خطيبي يبقى مراد، مراد عزم. الله، مش بترد ليه؟ مش مصدقاني؟ معذوره،
انا عندي الاخبار انكم موعودين لبعض وانتوا صغيرين. ابدا. امال ايه الكلام اللي سمعته ده؟ انت عارفه العوايد ايام زمان كانوا الاهالي يجوزونا ويطلقونا على كيفه. طمنتيني. انا كنت خايفه للناس تفتكر ان خطيبك فضلنا عليكي وسابك علشان. مش انا اللي خطيبي يسيبني، انا عمري ما كنت مخطوبه لمراد. غير كده انا مخطوبه لواحد تاني. مخطوبه لواحد تاني؟ مين هو يا روحي؟ هتيجي مناسبه اعرفك بيه. تبقى فرصه لطيفه، انت تقدمهولي وانا اقدمه لمراد. عن اذنك بقى يا مال، احسن زمان مراد بيدور علي، ده ما يستغناش عني لحظه واحده. مفهوم؟ عن اذنك يا فاطمه. اتفضلي. اوعى تزوق كده عليك يا مراد. الله، ابو امال بيعمل ايه هنا يا شيخ؟ سيبك منه، يلا بينا. لا لا ما يصحش، عن اذنك يا روحي. مساء الخير يا عمي. اما حته مفاجاه. مساء الخير يا ابني، انت فين؟ يعني رحت قلت عدولي؟ اشغال ومشاغل يا عمي. انما انتوا تعرفوا ممدوح منين؟ جيران. هي امال موجوده هنا؟ ايوه. امال مش شايفها يعني؟ والله انا لمحتها من شويه واقفه مع المدموزيل اللي كانت بتتكلم معاك كده. طبعا اذنك يا عمي، اتفضل. انت قابلتي امال يا روحية؟ طبعا، ما حكيت لها كل حاجه. ازاي تعملي كده؟ فيها ايه؟ دي صاحبتي الروح بالروح، وما صحش خب عليها اسرار. احنا مش اتفقنا ما نعلنش الخطوبه غير بعد ما ارتب اموري؟ ما تخافش يا حبيبي، انا رتبت لها كل امورك. ودلوقتي العمل برضه واجب عليا اشرح لها موقفي مهما كان دول قرايبي. طبعا يا حبيبي، وانا معاك، ما هم بقى قرايب انا كمان. لا افضل اكلمها لوحدي. هي فين؟ دخلت هنا من شويه. لا مؤاخذه، بعد اذنك يا استاذ ممدوح، كنت عاوز امال في كلمتين. عرفتهم خلاص. روحيه قالت لي على كل حاجه. روحيه اتفضلي اتفضلي، انت مكسوفه ولا ايه؟ مفيش داعي للكسوف ابدا، بالعكس انت لازم تفتخري بخطيبك. انتوا مخطوبين؟ ايوه، لايقين لبعض خالص، مش كده؟ فعلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. عقبالك يا امال. ميرسي، انا عارفاكي بتقوليها لي من قلبك. انا كمان عايزه افرحكم زي ما فرحتوني. اقدم لكم ممدوح خطيبي. ممدوح انبل انسان في الوجود، وعلى قد ما كنت بتمنى انك تختاريه، على قد ما انا متخوف من جوازكم دلوقتي. ما كانش في قدامي حل تاني عشان انقذ كرامتي. قصدك تقولي كبريائك. مع الاسف السعاده في الزواج ما تتبنيش على الكبرياء، تتبني على الحب.
أمال ما تتحركيش، عيني عمرها ما هتشوف صورة أجمل من اللي شايفاها دلوقتي. أنت الحلم اللي أصبح حقيقة. يا ما وقفت مطرحك أتأمل الليل وأفكر فيك، أفكر إزاي أكلمك، إزاي أكسب قلبي. أمال أنت أصبحتي كل شيء في حياتي. مالي في حاجة؟ تعبانة شوي. أنت بتعيطي يا أمال؟ أعذرني، أنا مبتدي حياة جديدة. اطمني، حياتك هتكون كلها سعادة. كل اللي أرجوه إنك تعتبريني صديقك. الصداقة الإنسان ما يكسبهاش في لحظة، وأكون بخدعك لو فهمتك غير كده. إحنا ما نعرفش بعض غير من مدة بسيطة. أحياناً نظرة واحدة تكفي. صحيح، لكن أنا ما عرفتكش كفاية. فاهم، أنا لسه ما وصلتش لقلبك، لكن مش كل الجواز عن حب. الجواز السعيد مش اللي يبتدي بالحب، اللي ينتهي بالحب. عشان كده أرجوك اديني فرصة نعرف بعض. لو تتصوري قد إيه بحبك، تعرفي إن ده طلب بسيط. أمال أرجوك. إيه مالك؟ مفيش. لكن أنت بتهربي مني زي اللي مش قادرة تتصوريني جنبك، يعني ما بترضيش. سامحني، كنت فاكرة أني هقدر أتغلب على شعوري، لكن لكن إيه؟ الكلام ده ملوش معنى. إيه؟ بتحبي واحد تاني؟ ردي. أمال اتجوزتيني ليه؟ أنا غصبتك؟ اتكلمي، انطقي. الظروف كانت أقوى من إرادتي. ظروف إيه دي اللي تخليكي تتجوزي واحد وأنت بتحبي واحد تاني؟ ما فكرتيش لحظة واحدة في كرامة الراجل اللي هتتجوزيه؟ كرامتك محفوظة، أنا سلمت قلبي بس، ما فرطتش في حاجة تانية. أنا مش بقولك كده عشان أدافع عن نفسي، أنا بقولك كده عشان عمري ما خدعت حد، وعمري ما قلت غير اللي في قلبي. ما انتش خجلانة من روحك وانت بتقولي الكلام ده؟ أحط امرأة ما تعملش اللي انت عملتيه. أرجوك مفيش داعي نجرح بعض أكتر من كده. عندك حق، الطلاق بيننا أمر مفيش مفر منه، لكن لازم ننقذ المظاهر قبل كل شيء. لا أنا ولا والدك نستحق الفضيحة اللي تستحقيها أنت. لمدة معينة حنعيش أغراب تحت سقف واحد، ده من ناس زوجين وبيننا وبين بعض أنت في ناحية وأنا في ناحية. أعمل حسابك من دلوقت أنت مالكيش وجود في حياتي. سهرت عيون والعاشق دب، والعاشق دب عين علي، عين علي. سهرت عيون والعاشق دب، والعاشق دب عين علي، عين علي. امتى المأذون يكتب للتب، يكتب للتب وادفع مية، وادفع مية. والزفاكون من الباب للباب، عشانك ليلة الصباحية يا شلبي يا شلبي. على دك تصلي يا شلبي، انت الخلقي والجلب والجلبي، وهجمع قد على اجمل عدة جمالك هوس المضرية يا شلبي يا شلبي. وجعني قتل، وجعني قتل ومليش دي، ومليش دي. اه يا ام السج، وجعني قتل، وجعني قتل ومليش دي، ومليش دي. والقلب اشتاق وصبح تالل، وصبح تالل يا تمرجي يا تمرجي. كتروا له الشام وهواك يا جميل، يا 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 خد منهم راي، وصبرت لحد ما فضيه يا شلبي يا شلبي. على دك اتحط ليا شلبي،
ده جمالك هوس المدرية يا شلبية يا شلبية على رجل فضلية شلبية بسم حلو الشلة والشلبية وهجمعه تعالى اجمله ده جمالك هوس المدرية يا شلبية يا شلبية كتير وطبيعي هيعزمونا. مش ضروري الفت نظرك اننا لازم نتظاهر بالسعاده. انا عارفه واجباتي كويس. بالمره احب اعتذر لك عن اللي حصل مني امبارح. بعد ما فرضت عليا حقك كزوج، بعد ما تاكدت انك اول واحد. عمري ما شكيت في كلامك. امال ليه؟ اعتبريها غلطه مش هتتكرر بعد كده. سامع من فضلك مراد وروحية بالفصول. باين عليها كانت وحشك قوي. هي مين دي؟ أمال من أول السهرة وأنت ما نزلتش عينك منها. أرجوك يا روحية بلاش الغيرة اللي ملهاش معنى، إحنا مش صغيرين. أوام كده كبرنا بعد شهر العسل. الله انت خدتي على خاطرك، قومي بينا نرقص. اتفرج احسن. على ايه؟ على المنظر الجميل اللي قدامك ده. جواز حب. انا تعبت. يلا معاك. اتفضل. يا جماعه مش ناويين ترقصوا الليله ولا ايه؟ انتوا ما غبتوش مننا؟ انتوا لسه في شهر العسل، انما احنا انتوا ايه؟ احنا خلاص راحت علينا، مفيش حاجة في الدنيا تنتهي بسرعة قد شهر العسل. احنا شهر العسل بتاعنا هيفضل على طول كده؟ صحة أملكم، صحة وأملنا. العروسان السعيدان. اتفضلي. أكبر كذبة في حياتنا. ايه رايك في الصنف ده؟ كويس قوي يا عادل، انا لازم اهنيك. اللي اتعلمته في شهور غيرك اتعلمه في سنين. ان جيت للحق، من يوم ما اشتغلت في المصنع فهمت لذه العمل. العمل هو كل شيء، هو الحياه. فعلا بيخلي الانسان يحس ان له قيمه في المجتمع. تعجبني. قول لي بقى يا حلو، المصنع ناقصه ممدوح صغير. مفيش حاجة في السكة؟ الله أعلم. تصور إن العمال كلها بتسألني؟ كله على الله. كان المفروض إن جوزك اللي يجي معاكي مش أنا. ما قدرتش أفتحه في الموضوع. ليه؟ المسألة في منتهى البساطة. هحاول يا بابا. إيه يا دكتور؟ كل خير، بس كان حقك تيجي من 4 أشهر. ليه؟ علشان تفرحي بالخبر الصار. طبعا تعرفي تشتغلي تريكو. ايوه طبعا. خلاص يا ستي مبروك، ابتدي اعملي الشرابات الصغيره. يا اختي علي جمالي يا ناس. يا سلام يا امل، انا مش قادره اتصور ان انا هبقى طنط قبل ما اتجوز. ايه عرفك يمكن تتجوزي قبل كده.
يا ريت وتبقى الفرحة فرحتين. ضروري ممدوح الدنيا مش هيعمل فرحة. ممدوح ما يعرفش. والله ومستنية ايه؟ هقول له الليلة. أما هتبقى حتة مفاجأة له طول عمره نفسه في ولد. قولي لي وانت بتحبي الأولاد؟ أوي. طب احكي لي بقى شعورك ايه بالظبط؟ شعور غريب. مبسوطة وخايفة في الوقت نفسه. حاسة ان الدنيا ابتدى يبقى لها معنى جديد كان غريب عليا. تعرفي يا نوال نظرة البنت للجواز غير نظرة الأم. ما قلتش حاجه. عاوزاني اقول ايه؟ انا عارفه قد ايه اسات اليك وقد ايه اتعذبت بسبب الموضوع ده. انتهينا منه خلاص. في ظروف بتجد على الانسان تخليه يتمنى ينسى اللي فات. اللي فات مش ممكن يتنسى. ممدوح ولا حتى ده مفيش حاجة تقدر تغير الاتفاق اللي بينا. ومين قالك ان انا عايز اغير الاتفاق؟ انا قلتلك كده عشان من واجبي ان انا افهمك وانت قادر ان نزل نتيجة ايه؟ نتيجة غلطة. تقدر تشوف اي طريقة تتخلص منه. تخلص منه؟ انا اللي عايزة اتخلص منه قبلك. انا اللي مش عايزة عشان ابنك. الحالة مطمئنة. وقوعها من على السلالم سبب لها إجهاض ونزيف شديد. مش ضروري أوصيك. راحة كاملة وعناية تامة. ده بس اللي ممكن ينقذها. متشكر يا دكتور. أنا هكتب لك الروشتة. تقدري تسيبي اوضتك. وعلى فكره انا عندي ليكي بشره كويسه. الحادثه دي الحمد لله ما تركتش اي اثر. يعني اللي راح من السهل جدا انه يتعوض. بس بقى المره الجايه تبقي تحاسبي وانت نازله من على السلم. ضروري. هستأذن. مش هتفوت بكره يا دكتور؟ انا خلاص ماليش لزوم. هبقى اطمن عليها في التليفون. مع السلامه. استأذن. ممدوح ما بقاش يجي يشوفني ليه؟ يمكن عنده شغل كتير في المصنع. كان دايما جنبي وانا عيانة. فعلا ما كانش بيسيبك ولا لحظة. الحق عليا اللي خفيت. سمعت الدكتور قال ايه؟ كل شيء على ما يرام. انا عاوزك بقى تشدي حيلك وتعوضيه اللي راح. انا كنت عامل ترتيبي ان هبقى جد.
مش مستعدة تنازع عن الحكاية دي. ايه رأيك بقى؟ ان شاء الله. ايه يا ممدوح؟ سايب المصنع وبتشم الهوا لوحدك؟ بتأمل البحر. قد ايه البحر هادي النهارده؟ اهو ده اليوم اللي الواحد يصطاد فيه. نعمل ايه من يوم عادل ما اشتغل في المصنع والسمك بيقشر بصل؟ مش امال اللي قاعده هناك مع نوال؟ قد ايه النهارده البحر هادي؟ شايف؟ والله انا كل اللي شايفه سمك في البحر بيشاور. يا خساره، النهارده كان يومنا احنا. احنا مين؟ انا والصيادين يعني. تعرف يا نوال، أنا بحمد ربنا على المرض اللي جاني. الأزمات بتعلمنا حاجات كتير، بتفتح عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول، زي العاصفة بعد ما بتمر بتخلينا نتأمل البحر ونبص فيه نشوف السماء. والله أنا مش شايفة إلا السمك بس. وانا عيانة، انا ما عملتش غير الواجب. كنت عايزة اقول لك ايه؟ مفيش حاجة. سلام، انا ما شفتش مصانع زي دي غير في اوروبا، ومتهيالي انه الكميات اللي احنا اتفقنا نوردها لكم مش هتكفي. احنا في امكاننا فعلا نضاعف انتاجنا، لكن الاسعار اللي حددتوها ما تسمح لناش. ليه؟ مالها؟ مرتفعه زياده عن اللزوم. يا راجل ما تبقاش طماع، احنا في الاتفاق الاخير مش رضيناكم على طول الخط. صحيح، لكن ارواحنا بقت في ايديكم، كل 3 اشهر تقدروا تلغوا الاتفاق. وغير كنا بنستورد البليتشنج باودر والصوديوم سلفايت من 4-5 متعهدين، دلوقتي بقينا مضطرين نستورد من المتعهد الوحيد رشدي ابو المجد. رشدي ابو المجد اصبح صحيح الوكيل الوحيد، انما ما تنساش انه الكلمه كلمتي. طبعا يا سيدي، بقيت الكل في الكل. مبسوط من اخوك؟ بطبق النظريات الحديثه. اه بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا. احنا قرايب فعلا. البيت بيتك، زمان الغدا جاهز، اتفضل. سفره دايما دامت حياتك. اتفضلوا نشرب القهوه في الصاله. يلا. احنا كنا نبقى سعداء اكتر لو روحية كانت جت معاك. بصراحة انا بعتبر السفرية دي اجازة من الحياة الزوجية. يا سلام، للدرجة دي مزهقاك الحياة الزوجية؟ مش مزهقاني بالمعنى اللي انت تقصده، ان انا مش شايف فيها حاجة جديدة، زي الاسطوانة المعلقة ماشي على نغمة واحدة. الحمد لله ان روحية مش سمعاك. ليه؟ عشان يمكن رسمالك في خيالها صورة غير اللي احنا شايفينها دلوقت. اطمن، روحية كويس، ملهاش في الخيال. على العموم ده ما يمنعش تكون معانا في سهرة عيد ميلاد نوال، أنا مش هقبل أي عذر. ولا أنا. طبعا ده واجب، خلونا في سهرة الليلة، أنا عازمكم. تحبوا تسهروا فين؟ في المكان اللي تختاروا أمال. عفوني أنا الليلة، روح أنت مع عادل ونوال إن حبيت. أنت عارفة إن أنا ما أخرجش من غيرك. خلاص بقى يا أمال، إن ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطر ممدوح. أنا آسفة. على كل حال أنا هرجع الليلة أتصل بيكي بالتليفون. طبعا بعد اذنك يا ممدوح، يمكن تكوني غيرتي رايك.
الو الو، اديني من فضلك 61908. الو امال مراد افندم، ما لقيتش غير الطريقه دي عشان اكلمك على انفراد. انت لسه واخده على خاطرك مني؟ الموضوع ده انتهينا منه من زمان. لو تعرفي قد ايه لومت نفسي، لو تعرفي ايه كانت ظروفي. مفيش لزوم، انا ما طلبتش اعرف حاجه. عندك حق، جوازي كان غلطه بدفع ثمنها دلوقتي. من يوم ما افترقنا وانا ما دوتش طعم السعاده. يا ترى انت سعيده بجوازك يا امال؟ انت اخر واحد له الحق يسالني السؤال ده. كان عاوز منك ايه؟ ولا حاجه. انا ابوك يا بنتي وتقدري تصرحيني. لسه بتفكري فيه؟ انا بالعكس، ده انا بستسخف نفسي كل ما افكر اني في يوم من الايام كنت بفكر فيه. امال ايه سبب الحاجز اللي بينك وبين جوزك؟ انا ملاحظ كل حاجه، زي اللي يكون الحب هجر بيتكم. المراه يا بنتي هي محور الاسره، وهي المسؤوله الوحيده عن كيانها. عملت ايه عشان تأدي رسالتك؟ حاولت وما جنتش غير التعاسه. انت اللي بنيتي تعاستك بايدك، جنيتي على نفسك ونسيتي ان السعاده ما تتوهبش، تكتسب، واساسها التضحيه ونكران الذات. عارفه يعني ايه نكران الذات؟ يعني تتنازلي عن كبريائك وتحاولي باي طريقه انك تكسبي قلب جوزك. انا شفت ممدوح من شويه بيتمشى على البحر. تتضايق لو اقف معاك شويه؟ البحر ملك للجميع. أيام زمان كنت فاهمة إنه ملكي لوحدي، كنت أجي هنا أبني قصوري على الرمل. فضل منها إيه؟ أنا كمان ياما بنيت المصنع واللي فيه، بنيت آمال وأحلام اتهدت كلها في لحظة واحدة، كانت برضو قصور على الرمل. مش هتقدر تسامحني في يوم من الأيام. الواحد ممكن يسامح، لكن إزاي ينسى؟ أيام زمان لما كان الموج بيهتم قصر كنت ببنيه من جديد. واللي بنيتيه من جديد فضل منه ايه؟ أفتكر نروح أحسن، لو شافونا الناس يمكن يفتكروا اتنين بيحبوا بعض. دي تالت مرة تقولها لي اللي لابس. أصلي بحبك وقبل كده ما كانش في فرصة عشان أقولها لك. وأنا كمان بحبك قوي يا أمال. اسمحي لي بقى يا أمال، ألف مبروك. ميرسي. أنا أصلي من يوم ما بطلت صيد السمك ما عنديش رياضة غير الرقص. اتفضلي. عن ان نوال ما بترقص مع حد غير عادل. وفيها ايه؟ ما يصحش، لازم تجامل كل ضيوفها. بعد الرقصه دي هقوله. تسمحي يا امل هاخد مني جوزك. بقالكوا ثلاث رقصات بترقصوا سوا وما استاذنتيش قبل كده يعني. انت بتعديهم؟ طب ايد اربعه بقى. في حاجة مزعلاك يا أمل؟
لا ابدا، دي حفلة عيد ميلاد والمفروض الابتسامة ما تفرقش شفايفك. امال عايز ايه تاني؟ من اول السهرة وانت بتصديني ليه؟ اما انت فاهم ان انا بصدك جاي ورايا ليه؟ عشان انا مش من النوع اللي بييأس بسرعة. انا عارفة نوعك كويس قوي. انت غلطانة يا امال، انا مو زي ما انت فاكرة. من فضلك انا مش عايزة اي كلام بيني وبينك بقى. قد كده قلبك مجروح؟ انت مغرور قوي. ابدا، انما الدليل قدامي، من اول السهرة وانت بتراقبي جوزك، هو مش مهتم بيكي ومهتم بغيرك. وجاي حضرتك تواسيني؟ لا، انما جاي افهمك انك انت ما تستحقيش كل ده. انا نلت اللي استحقه كويس. ايه يا جماعة؟ في ايه؟ طول الوقت وانتوا بترقصوا مع بعض. وفيها ايه؟ بيني وبينك احنا اتفقنا على اننا نصطاد سمك سوا. ايوه باركي لي يا امان. انت عارفه اننا بنحب بعض، عايزينك تكلمي ممدوح تشوفي رايه ايه. ايوه قولي لي يا امان دلوقتي حالا تكلميها. لا مؤاخذه يا روحيه هانم، هحرمك من ممدوح شوي. ده من حقك طبعا. عن اذنك. عايز اكلمك في موضوع مهم. اتفضلي. ارجو ان اللي بيننا ما ياثرش في ردك. اتفضلي. انت بتحب عادل؟ معاملتي له فيها الرد الكافي. عادل بيحب نوال والاتنين بيتمنوا لو توافق على جوازه. الجواز ده عمره مستحيل. بترفض؟ ايوه. ايه السبب؟ مفيش داعي نزود الروابط، بين اسرتين متفقين انهم يسيبوها. ممدوح انتقم مني انا، لكن هم ذنبهم ايه؟ انا ما بنتقمش من حد، اللي يهمني سعاده اختي. نوال بتحب عادل لسوء حظها. يخلصك تحطم قلبها؟ افضل ان قلبها يتحطم قبل الجواز على انه يتحطم بعد الجواز. متغير قوي فعلا. هدخل اسال امال. حصل ايه يا امال؟ رفض. والسبب؟ ما قالش. انا عارف السبب، فاكرني طمعان في ثروتها، لكن انا حسبت له عكس كده. هنتجوز ونعيش على قدنا. تعيشوا على قدكم ليه؟ ممدوح عارف ان احنا فقراء. فقراء؟ دلوقتي ده صرح لك بالحقيقة. احنا ما نملكش اي شيء يا امال. والعزبة اتباعت وممدوح اشتراها عشان ينقذ سمعتنا وشرفنا. الكلام ده حصل امتى؟ قبل ما تتجوزوا بشوية. يعني خدني فقيرة؟ أيوة. وما قاليش طول المدة دي رغم اللي عملته فيه. إيه هو اللي عملتي فيه؟ ولا حاجة. يلف كتير يتعب. قولها لنفسك. قلتها من زمان وبحاول اعزي نفسي. تعزيه ما تشرفش. اهي دي نقطه الضعف فيا، لكن انت تقدري تنتقمي لو تفهميني. انا فاهمك كويس وفاهمه اللعب ده ليه. اللي رميته حلال عايز تلمه حرام. اسمع، اذا كنت فاهم ان كل الستات زي روحيه فانت غلطان. في ستات مهما حصل ما تردش الخيانه بالخيانه. وكرامتك؟ كرامتي في اني احترم نفسي واعرف ازاي اكون جديرة باحترام الناس. والله انا نفسي قوي اشوفه. اتفضلي بكل سهوله. بس ياك ما ضايقكش. لا طيب ان شاء الله انا حزورك. تعالي في اي وقت. مشتي قوي.
روحية تسمحي لي بكلمتين؟ كلمتين بس عن اذنك يا ممدوح. تفضل. في حاجات اذا كنت انت تقبليها انا ما اقبلهاش في بيتي هنا. حاجات؟ زي ايه يا حبيبتي؟ زي جريك ورا جوزي مثلا. شفتني يعني ضربته على ايده؟ ما هو حر. وانا كمان حره ادافع عن كرامتي زي ما انا عايزه. من فضلك سيبي البيت ده دلوقتي حالا. بتطرديني من بيتك؟ افهميها زي ما تفهميها. واذا رفضت دلوقتي انا بقولها لك بيني وبينك هتضطريني اقولها لك قدام كل اللي موجودين. قد كده بتكرهيني؟ بحاول ابادلك نفس شعورك. من زمان وانت ملحقاني بحقدك وغيرتك. الاول خدتي مني خطيبي ودلوقتي بتحاولي تاخدي جوزي. الحمد لله ما عرفتش احافظ على الاول، لكن هعرف ازاي احافظ على التاني. اذا كانت الحكايه تحدي فانا مش خارجه من هنا. واعملي اللي تعمليه. كده؟ ايوه كده. استاذ مراد اتفضل خد مرادك واخرج من البيت ده قبل ما اضطر استعمل طريقه تانيه لطردكم. اللي قلته ده مفهوم مش كده؟ انا ما قبلش الكلام ده الا من صاحب البيت. الست اللي بتحمل اسمي بتتكلم باسمي. اي كلمه تقولها انا موافق عليها مهما كانت النتائج. مهما كانت النتائج. أرجوكم يا جماعة تعتبروا المسألة انتهت. تفضلوا تفضلوا. يا بابا انت لازم ترد الاهانه دي، لازم تطربع المصنع ده على دماغته. مش طيب هدي نفسك انتي، احنا لسه ما قلناش كلمتنا. كلمه ايه يا بابا؟ ما انت يا مراد انت. انا مش هتكلم، انا هنفذ. دول روحهم في ايدينا. انا طلعت حدق لما احتفظت روحي بحق الكونترات كل 3 اشهر، يبقوا روحوا دوروا على كلور او بليتشنج باودر. برافو يا مراد. اذا العقود تلغى والخامات كلها تتلم من السوق باي ثمن. قولي من الخامات بتوردها المصنع الورق الاهلي بكام؟ ب40 طرناطة. انا مستعد اشتري الاستوك اللي عندك كله ب60. ان كان هتدفع 60 انت اولى. على شرط ما تبيعش لحد غيري. طبعا 60 سعر كويس، بس الجماعه دول بعملهم من كذا سنه. اديك 70 في الطرناطة يا عم، ايه رايك؟ 70 استبينا. الكميات ناقصه ليه؟ الموردين فهموني ان دي اخر كميات يبعتوها. ابو المجد احتكر السوق كله. ابو المجد؟ ايوه. هي دي بس الامامه اللي فاضله؟ ايوه. افتكر الكميه دي هتقضينا لحد امتى؟ يا دوبك التسليم اللي جاي. طب وبعدين؟ احنا ورانا التزامات. التزامات متلتله. هنعمل ايه بس يا ربي؟ هنعمل ايه؟ اجمع لي العملاء كلهم، انا عايز اكلمهم. واحنا مالنا اذا كنتوش لايين الخامات؟ احنا كمان ورانا التزامات. ايوه بس الظروف دي خارجه عن ارادتنا، والمهله اللي انا طالبها بسيطه. المهله دي ممكن تخرب بيتنا. العقود اللي بيننا صريحه، يعني استلم البضاعه يا تدفع الغرامه. انا مسافر اوروبا ومش طالب اكتر من شهر واحد. شهر واحد يفوت بسرعه ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط عندك حق. ايوه بس دي عقود. احنا فاهمين انها عقود، لكن احنا بينا وبين بعض عيش وملح يا اخوانا. هي السنين اللي فاتت دي تتنسي بسهوله. انا موافق. مفيش مانع. احنا موافقين يا جماعه. موافقين. انا متشكر. طمني ازاي صحته دلوقتي؟ بيطلع في الروح. يا هنتك هتلفه اللي وراه واللي قدامه. كل اللي بناه في سنين هيديهولك في ثانيه. خش يا عبد السلام. تعال قول لنا حصل ايه في اخر اجتماع؟ وافقنا على المهله. وعملنا ايه؟ خليناه يسافر مطمن، يركب الطياره من هنا والعقود تتنفذ من هنا. لا والغرامه مش بسيطه، 200 جنيه على كل يوم تاخير، يعني 6000 جنيه في الشهر. في كذا عميل. يبقى اشترينا المصنع. دي مش اول محنه تصادفنا. مرينا قبل كده بازمات كتير وتغلبنا عليها. المصنع هيتقفل قد ايه؟ الله اعلم. لكن ما يهمكوش،
مرتباتكم هتصرفوها بالكامل. احنا ورمتنا وقفت نقدر نستنى. اشكركم على الشعور النبيل ده، لكن اللي يهمني طول مدة غيابي في الخارج انكم تصرفوا مرتباتكم بالكامل، وان شاء الله لما ارجع هيكون ربنا عدلها. مع السلامة، ربنا يوفقك. الشركات دي سبق وتعاملنا معها، علشان كده عندي امل كبير ارجع معايا اتفاقات عن المواد الاولية تفك ازمتنا. ربنا معك. شكرا. يدوا كلمة من هنا ويستنوا لما يسافروا ويسلموا الورق للمحامي. أنا من رأيي نبعت له تلغراف. طب وهنستفيد إيه؟ بس نزعجه على الفاضي. جالك كلامي؟ كنت دايما أقول لك مراد هيطربق الدنيا على دماغنا. كل شيء يتصلح يا بنتي. كل ده بسببي أنا. إيه اللي جبته الممدوح غير المصايب والخراب؟ عرفتي قيمته دلوقتي؟ مهما هعمل مش هقدر أوفي دينه علي. دينه علينا كلنا. ست روحية، واحدة ست طلبة تقابل حضرتك. مين دي؟ بتقول انك تعرفيها واسمها امال. امال؟ وجاي تعمل ايه هنا؟ انا عارف. وهي فين دلوقتي؟ مستنياكي في الصالون. طب انا رايحه. ليك عين تدخلي بيتي بعد اللي حصل منك؟ روحيه، انا صحيح اهنتك ومش جايه ادافع عن نفسي، أنا جاية أرجوكي ترحمي جوزي، هو مالوش ذنب في اللي حصل. كده الظاهر إن الدرس نفع. أنا شايفة كمان إن لهجتك اتغيرت قوي. مش بس لهجتي، أنا نفسي اتغيرت. مين كان يصدق أمال المتعجرفة بتاعت زمان تنزل مناخيرها في الأرض وتيجي لحد هنا؟ اطلبي اللي أنت عايزاه، أي طردية تطلبيها، بس أرجوكي ما تأذوش جوزي. أنا ما عنديش مانع، بس على شرط تعتذري. لا يا هانم، الاعتذار بيني وبينك مش كفاية، زي ما أهنتيني قدام الناس تعتذري لي قدام الناس. إيه رأيك؟ أنا مستعد. تفضلي. اسمحوا يا جماعة لحظة واحدة. أمال هانم حرم الأستاذ ممدوح سالم، عايزة تقول لكم كلمتين. أنا أهنت روحية هانم في بيتي وجيت هنا عشان أعتذر لها وأرجوها تقبل اعتذاري. ودلوقتي بقى تاخدي بعضك وتخرجي من البيت ده حالا قبل ما تضطرين أشوف لك طريقة تانية عشان أطردك. إيه؟ ما تفتكريش انك تقدري تضحكي على عقلي، احنا عمرنا ما هنبقى خالصين. اتفضلي. طلب رخيص، انت بس غلطتي في العنوان. لو قصدتيني انا بدل روحيه كنت وفرتي على نفسك الاهانه. قصدك ايه؟ قصدي اني طول عمري بحبك يا امال، حتى جوازي مغيرش حاجه في عواطفي بالنسبه لك.
كلمة تشجيع منك وتلاقي طلباتك كلها اتنفذت. وإيه اضمن لي؟ روحية قالت نفس الكلام ده. روحية شيء وأنا شيء تاني. وأنا عشان أثبت لك إني بحبك هنفذ الأول. من بكرة المصنع اشتغل تاني لو توافق. إيه رأيك؟ وافق. وإيه يضمن لي إنك توفي بوعدك؟ تطلب إيه؟ إمضى بسيطة على جواب حب تكتبيه باسمي. لو ما نفذتيش وعدك أسلم الجواب ده لجوزك. عملتيه عشان تصلح الامور بالسرعه دي؟ رحت الروحيه واعتذرت لها وكل اللي فات اتنسي. انا مش مصدق عيني والله. عفارم عليك يا ستي امال. المهم اننا نسلم البضايع في مواعيدها. يا ترى نلحق؟ هنلحق. دول 3 ايام اللي هنشتغل ليل ويا نهار. نشتغل. وبعدين معاك يا بنتي ارحمي نفسك شويه، ده انت بقالك ليلتين ما دقتيش طعم النوم. لازم نلحق في الميعاد. على الله. الأستاذ ممدوح يكون هنا بنفسه عشان يشوف المعجزة دي بعينه. ألو؟ أيوة أنا. لا ما نسيتش. طمنتيني، بحسبك بتتهربي مني. كلمتك قبل كده مرتين من مصر، وبعدين قلت أجي بنفسي أبارك لك وأبارك لروحك. بكلمك من الوينسر، انا مستنيك الليله بفارغ الصبر عشان اسلمك الجواب، مش هقبل اي عذر بعد كده. انا ما تعودتش اقدم اعذار لحد. فمني الحقيقة التي لن يقولها لك أحد غيري أنا. قد كان علي لأنقذ المصنع أن أعد بأمر لا يمكنني الوفاء به، وهو أن أصبح ملكا لغيرك. لذلك فضلت الموت. فاصفح عني وتذكر دائما أنني أحببتك، ولكن بعد فوات الأوان، وأنني فضلت أن أموت وأنا جديرة بك. يا إيه أمل، ما أنتش نازلة البحر النهاردة؟ روحي أنت وأنا هحصلك. اكتئب، ما تتأخريش. نوال. أفندم. مالك؟ كنت عايزة أقولك بخصوص جوازك أنت وعادل،
قلبي بيقول لي ان ممدوح اول ما يرجع بالسلامه هيوافق. أستاذ مراد. مفاجأة مش كده؟ لا أبد. اتفضل استريح في المكتب، أنا جاية لك حالا. عم محمود خدي الشمسية وديها البلاج. حاضر يا فندم. أفندم يعني ما جيتيش زي ما وعدتيني؟ امبارح فضلت مستنيكي طول الليل. وهتفضل مستني على طول. فكرتي كويس في اللي انت بتقوليه ده؟ ما تنسيش ان المصنع لسه في قبضة ايدي. متهيألك التسليم تم في ميعاده خلاص. والشهر اللي جاي يكون ممدوح رجع وعارف ازاي يستغنى عنكم. والجواب اللي كتبتيه ما يهمنيش. انت عايزه تضيعي نفسك؟ اضيع نفسي لو اسلم لندل زيك؟ مش قادره اتصور ازاي كنت في وقت من الاوقات واثقه فيك. أمال فكري كويس، الجواب ده ممكن يهدم حياتك، ما تضطرنيش أقدمه لجوزك. لو عندك ريحة الشهامة مش هتقدمه. لا يا شيخة، وكتبتيه ليه؟ اسمعي، أنا وفيت بوعدي، ومش هحلك من وعدك. أنا كنت عاملة حسابي، ولقيت الطريقة اللي تحلني من وعدي. أخرج بره. ما تبيش تقولي إن أنا ما حذرتكيش، أنت جنيتي على نفسك. مراد، ايه الصدفة السعيدة دي؟ قد ايه كنت مشتاق لك؟ تعرف لما كنتش جيت لحد هنا كنت هسافر لك بنفس المصر. بمناسبة ايه؟ يا سلام، تنقذ المصنع وما نشكركش؟ يا اخي ده احنا قرايب. فعلا، والشهادة لله ما خيبتش ظني. اشكرك، ودلوقتي عن اذنكم. على فين؟ اصلي مرتبط بميعاد مهم في البلد. يا سلام، اجله يا اخي، هو من 5 دقايق. ده انا ليا معاك حديث طويل خالص. امال، انا قابلت نوال من شوية مستنياك على البلاج. اسبقينا لحد هناك واحنا هنحصلك. والله سلامات يا مراد. انت بالسلامة. تعرف ان الجميل اللي انت عملته فينا ده ما يتنسيش ابدا. دلوقتي نقدر نتكلم بصراحة. لحد امتى هتفضل ملاحق امال بدنقتك وخستك؟ قصدك ايه؟ انا واخد بالي منك ومن كل تصرفاتك. تقدر تفهمني ليه تهربت من مقابلة والدي بعد ما رجعت من السفر؟ عشان عرفت ان امال اصبحت فقيرة. تقدر تقول لي ليه طردتك من بيتها؟ عشان كنت بتحاول تجرها وراك في طريق الخيانة. وتقدر تقول لي ليه دلوقتي طردتك تاني؟ عشان الندل القديم ما تغيرش وبيحاول يوصل لأغراضه بأي تمن. تعالى فرد، هتعمل ايه؟ ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فهم. ما اديتناش خبر يعني كنا طلعنا نستقبلك. طيب. في حاجات أهم دلوقتي يا فهم. طمني، أنا شايف المصنع بيشتغل. بيشتغل والأشياء معدن ووفينا كل التزاماتنا. بيشتغل إزاي؟ ستي أمال سافرت مصر وسوت الخلافات كلها مع الجماعة. أمال؟ آه، الشهادة لله عملت معجزة. قعدت 3 أيام بلياليهم على أيدين العمال ورفضت تنام. كبير وصغير في المصنع دلوقتي بيحلف بحياتها. ربنا يخليها لك، دي ست ولا الرجالة. هي فين دلوقتي؟ ضروري في البيت بتستريح. طمني قبل عملت ايه؟ كل خير، كل خير الحمد لله، الحمد لله يا رب. يا كلب اوعى تغريني وشك هنا بعد كده. مش هوريك وشي بعد كده، انما هسيب لك التذكار ده. عادي، جرى لك حاجة؟ لا خلاص،
مفيش حاجة. إيه سبب الخناقة؟ حساب قديم بيني وبينه. نجل. الجواب ده كذب في كذب، اوعى تصدق ولا كلمة منه. دلوقتي أمال بنفسها تشرح لك كل حاجة. أنا هروح عند أهلها حالا. ما شفتش أمال؟ لما اهتمت شوية ماشي على السكة الحديد.